السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا يا رب بألف خير. النهارده عايزه اتكلم معاكم عن عشبه حلوه جدا جدا، وانتوا عارفين في القناه عندي ان انا دايما منحازه للاعشاب الطبيعيه للطيور. العشبه دي هي عشبه المورينجا، والمورينجا حدث عنها ولا حرج. النهارده هقول لكم بقى ايه فوائد المورينجا لينا وكمان لطيورنا، علشان بقى بعد الفيديو اللي مش هيستخدمها هو حر بقى وهو اللي خسران. بصوا بقى، المورينجا من الاعشاب المهمه جدا جدا للانسان وكمان للطيور، واحيانا كمان برضو للحيوانات. ليه بقى؟ لان المورينجا فيها عدد كبير جدا جدا من الفيتامينات، ممكن يعني اقول لكم كل حاجه فيها الضعف. يعني الحديد لو احنا بناكل السبانخ فهي بتديني ضعف الحديد اللي موجود في السبانخ، بتديني ضعف البروتين اللي موجود في البيض، بتديني كربوهيدرات، بتديني املاح، بتديني احماض، بتديني بصوا مالتي فيتامينز ملهاش حدود. بدليل ان في، مش عارفه يعني عدت عليكم المعلومه دي قبل كده ولا لا، ان في بعض يعني المعونات اللي كانت بتوصل للدول الضعيفه اقتصاديا دي، كانت المعونات اللي بتوصل لهم كان فيها بتبقى علب من عشبه المورينجا. ليه؟ علشان بيبقوا عارفين ان معظم الدول دي بتبقى مصابه بانيميا حاده، فعشبه المورينجا لما كانوا بيدوها لهم كانوا بيضيفوها على الغذاء او بيعملوها كمشروب، كانت بتعوض شويه وبتصلح من نسبه الانيميا اللي موجوده عند اللي هم يعني البني ادمين او البشر اللي عندهم ضعف اقتصادي او الانيميا بصفه خاصه. فكانوا بيمدوهم بالعلب اللي بالشكل ده علشان خاطر يعني ايه يكملوا بيها المواد الغذائيه بتاعتهم. طيب ما هو بالمنطق كده، ادام عشبه تحفه كده، هم على فكره بيسموها شجره المعجزه، لان هي فعلا بتقدم او فيها مجموعه من الفيتامينات رهيبه، فليه ما نستخدمهاش احنا وكمان ما نقدمهاش لطيورنا. فايدتها لطيورنا برضو هتبقى كبيرة جدا زي ما انا قلت كده، فيها ضعف بروتين، فيها اللي احنا بنقدمهم لوجبة البيض، فيها ضعف من الحديد اللي احنا بنقدمه في السبانخ، فيها املاح اللي احنا بندفع فيها فلوس كتير وبنجيبها مستوردة، فيها احماض نفس الحكاية. يعني بصراحة فيها منجنيز وفيها طبعا بوتاسيوم، بصوا فيها من الاخر مجموعة كبيرة جدا جدا من الفيتامينات. وعلى فكرة يعني كتير من المربيين اللي هم عايشين مثلا في أوروبا، وكمان ممكن تكون كمان الدول العربية، بس اللي هم بيبقوا عندهم مزارع كبيرة بيستخدموا عشبة المورينجا، لأن هي بصراحة مهمة جدا جدا للطيور. ولكن ما عرفش إذا كانوا بيستخدموها، يعني أنا شفتهم بيستخدموها البودر بتاعتها بتيجي من فرسلاجة، وعايز أقول لكم الشوية منها من الفرسلاجة، يعني 100 جرام من فرسلاجة من عشبة المورينجا هتتعدى بالظبط 100 جنيه. احنا عندنا هنا في مصر وبعض الدول العربية طبعا المورينجا رخيصة جدا، يعني الكيلو تقريبا هيعمل له 170-160 جنيه، والكيلو ده كمية هيوش كبيرة جدا، يعني ممكن تعدي مثلا نص شكارة هتبقى مثلا ب160. طب انا هعمل ايه كل ده؟ فاحنا بنروح عند العطار وبجيبها من عنده، بس يكون عطار كويس نضيف، يعني بنجيبها من عنده. ممكن تاخد منها ب10 جنيه ب20 جنيه، على حسب بقى ما انت محتاجين، وهنخزنها عندنا وهنطحنها زي ما انتوا شفتوها كده في اول الفيديو. شكل المورينجا كورق زي ما بيجي، هو الفيديو معلش سبق شوية، المورينجا بتيجي كورق لونه اخضر. رجاء ما نجيبش الورق الدبلان، ما نجيبش اللي هي مطحونه، ما جيبهاش، لان بيبقى عليها اتربه وعليها عيدان ملهاش اي 30 لازمه. بيبقى الورق بتاعها يكون اخضر كده يعني قاتم او مزهزه، الاثنين حلوين لكن مش مسوده تمام ومش صفرة. بنجيبها وبنطحنها وبنحطها في علبه كده وبنحتفظ بيها. تعالوا بقى اقول لكم دلوقتي كده انا هحضرها ازاي او بحضرها ازاي. انا هعملها عملي قدام حضراتكم. انا بجيب اللتر الميه العادي بتاعي خالص، ميه فلتر من الفلتر او من الحنفيه عشان ما يعني ما نضايقش على الناس. وهنقص من اللتر ده كوبايه، وهغليها كوبايه ميه من اللتر من الميه الفاتره، وهغليها الميه، بس الميه هتبقى مغليه، وهحط عليها معلقه كبيره من مسحوق المورينجا، وهبتدي اغطيها واسيبها 5 دقايق كده المواد الطياره، الزيوت الطياره بتاعتها تنزل في الميه، وتبقى الدنيا تمام كده معايا متظبطه 24 جرام. بعد كده زي ما انتم شايفين كده انا دوبتها، وهحط عليها غطا بس عشان الزيوت اللي فيها. هاخدها بعد كده وهضيفها لللتر اللي انا ناقصه منه الكوبايه دي تمام.
هاخدها واقلبها كده معاه تقليبة حلوة، وافضل اقلب فيها بس عشان تمتزج وتطلع كل المواد والفيتامينات اللي احنا عايزينها. مش عايزة بصراحة منها حاجة تروح خالص. تمام، هقلبها تقليبة حلوة كده وافضل اقلب فيها لغاية ما ايه تمتزج مع بعضها، وهسيبها 5 دقايق مع نفسها. وبعدين ممكن ايه اصبها، تكون بقى كده هتبقى فترة، لان طبعا اللتر ده كان مية فترة، نقصت منه كوباية اللي غليتها، فالمية اللي متبقية في باقي اللتر ده فترة، فكده المية يعني بقت دافية. عمال ما هسيبها ال5 دقايق تاخد وتدي مع بعضها كده هتكون ساقعت خلاص. تمام، هبتدي بقى اوزعها على المزاقي بتاعة الطيور بتاعتي، ويا ريت تكون على عطش، يعني اول ما نقوم الصبح كده تكون دي اول سقوة بالنسبة للطيور. المورينجا حلوة جدا جدا وفوائدها عالية قوي قوي. هقول لكم كمان ممكن نستخدمها على ايه. ممكن نستخدمها على وجبة، اي وجبة عندنا زي البيض بالبقسماط، تمام، وجبة غلة، تمام، وجبة خضار شغالة معانا. طيب هحطها باودر ولا احطها ورق؟ براحتكم خالص، الاتنين شغالين، بس انا افضل ان احنا نحطها مطحونة عشان تمتزج مع الوجبة كويس جدا. ونصيحتي ان احنا لما نحطها على وجبة من الوجبات ما اضيفش اي فيتامينات زيادة، يعني ما احطش املاح، ما احطش مثلا كالسيوم، ما احطش اي حاجة خالص غير الفيتامينات اللي موجودة في الخضار نفسه، دي كفاية، وعليه معلقة المورينجا اللي انا هحطها. طيب هتقولولي هل المورينجا دي ليها يعني مضاعفات ممكن تسبب حاجة للطيور؟ الحاجة الوحيدة اللي ممكن تسببها للطيور هو الإسهال، لأن هي ممكن تكون بتلين شوية، ولكن دي يا جماعة بتبقى مع كثرة الاستخدام، يعني لما بستخدمها كتير كتير مع طيوري ممكن تلين شوية، تلين يعني مش هتبوظ الدنيا، ولكن هتلين لأنها برضو فيها ملينات. غير كده ملهاش أي أعراض جانبية خالص، ما بتعملش أي حاجة. هتقولولي طيب هل هينفع ان احنا نقدمها للاهالي اللي هي بتحضر بيض؟ حلوة جدا، ممتازة، هتمد الطيور بتاعتنا بكل الفيتامينات اللي محتاجاها، لان كمان داخلها كالسيوم وحديد، وطبعا الحاجات دي مهمة جدا في تكوين البيض، ومهمة كمان في تكوين الاجنة اللي جوه البيض. كمان المورينجا بتضيع شوية الالتهابات اللي ممكن تكون عند اي طائر برضو في المفاصل او في العظم، في الهيكل العظمي كله، بصراحة بتبقى حلوة قوي. وكمان عايز اقول لكم ان هي مسكنة للالام بنسبة كبيرة جدا. طيب هنسألوني هل هي فيها ضرر على الزغاليل نفسها؟ لا بالعكس، يعني الـ 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 الاهالي اللي معاها زغاليل مفيش مشكلة ان هي لما بتشرب منها او بتاكل منها على الوجبات الطرية مفيش مشكلة منها خالص على الزغاليل، بالعكس دي بتطلع لي زغاليل بسم الله ما شاء الله مناعتهم حلوة جدا، لان انا عايزة اقول لكم ان هي فيها رافع مناعة حلو قوي قوي بصراحة، فيها يعني فيتامين الف دال وفيها فيتامين ب، يعني بصراحة فعلا فعلا هي نبات المعجزة، او زي ما سميته في فيديو قبل كده هي نبتة فيها كل الفيتامينات، مفيش فيتامين هي مش موجود فيها، والنسب بتاعته حلوة جدا، يعني عايزاكم تستخدموها وما تخافوش منها، ويعني فوائدها بجد كتيرة جدا. برضو عايزة اقول لكم بقى على يعني نقدمها كم مرة، ممكن نقدمها مرتين في الاسبوع مفيش مشكلة، عايزين تقدموها برضو مرة مفيش مشكلة. احنا دايما بننوع ما بين الاعشاب اللي بنحطها للطيور بتاعتنا علشان خاطر الطيور بتاعتنا تقدر تستفيد من كل حاجة من يعني المواد اللي احنا بنحطها. نسبة الكالسيوم اللي فيها حلوة جدا زي ما انا قلت، والبوتاسيوم حلو جدا، فيها المنجنيز، الحديد، يعني كل الحاجات دي حلوة قوي قوي. احنا بقى كمان ممكن نشربها ونستخدمها كمشروب زي الشاي الكشري كده اللي بنعملوه، حلوة جدا جدا، منقية للامعاء، وبتساعد على الهضم، بتطرد السموم اللي ممكن تكون مترسبة شوية على الكبد، يعني بصراحة من الأعشاب اللي مفروض إن إحنا ما نستغناش عنها خالص. عايزة أقول لكم برضو على حاجة، إن زي ما أنا قلت في أول الفيديو كده بلاش يعني رجاء ما نجيبهاش مطحونة جاهزة علشان الأتربة اللي موجودة فيها، لأن أنا طبعا ما فيش وسيلة إن أنا أصفيها من الأتربة، حتى إحنا لو يعني حاولنا نطير الأتربة دي ما بتطيرش، فإحنا بنجيبها خضرة زي ما هي كده وملهاش ريحة، لازم وانتوا بتشتروها تشموها، ملهاش ريحة، لونها حلو زاهي، مخفشة كده ما تبقاش مرطبة عشان تعرفوا تطحنوها. ما ينفعش، عشان في حد قبل كده في الفيديو اللي فات سألني طب انا ممكن لو جبتها
هي بصوا ممكن تبقى بذور كمان، ولكن يعني هتلاقوا عند العطار منها بذور وهتلاقوا منها ورق. لا خدوا الورق افضل من البذور. ليه؟ هقول لكم، لان البذور لو فيها حاجات، احنا مش هننقي البذور، تمام؟ لو النبتة نفسها هي بتبقى مكورة كده، النبتة دي فيها جزء صغير فيه سميات، لو السميات دي نزلت مع الحبوب احنا مش هنعرفها، تمام؟ لكن ما بتجيش السميات دي، ما بتبقاش موجودة في الورقة، تمام؟ فعشان كده انا دايما بفضل وان احنا نجيب الورق، ما نجيبش البذور او ما نجيبش اللي هو النبات نفسه، نجيب الورق بتاعه. اقول لكم يعني المورينجا حلوة جدا، ما تنسوش تستخدموها وما تبخلوش بيها على طيوركم، بدل ما نروح نجيب فيتامينات غالية وفيتامينات مضروبة ونبقوا متلخبطين في الجرعات والكلام ده كله. لا عندنا المورينجا استخدموها، ما فيش اي مشكلة عليها. ما تنسوش اللايك بقى والشير، واللي لسه ما اشتركش في القناة اتمنى انه يساعدني ويشترك في القناة، ومستنياكم في التعليقات تقولوا لي اللي انتوا عايزينه ايه. لو في حد مر بتجربة مع المورينجا يقول لي، واشوفكم على خير، والسلام عليكم.